السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن شاء الله تكونوا بخير ومعاكم أماني سالم. إن شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض وصفة جميلة وسهلة وبسيطة واقتصادية. هنعمل طريقة السينابون، هنعمله بطريقة حلوة جدا وإن شاء الله هيقعد معاكي لحد آخر واحدة، وهو طري جدا ما بقاش ناشف عشان السينابون بيقعد فترة وينشف، فإحنا هنعمله بطريقة حلوة. يلا مع بعض شوف هنعمل إيه. إحنا هنعمل السينابون بتاعنا في الخلاط. أول حاجة المقادير بتاعتنا ربع كوباية زيت من الزيت العادي بتاعنا مش زيت مخصوص، وربع كوباية زبدة تكون سايحة، ونص كوباية سكر. شايف المقادير مبسطة جدا ازاي. وهنحط بيضاية واحدة بس، وهنحط عليها طبعا الفانيليا، والمعلقة المهمة جدا جدا اللي هتخلي السينبول معانا طري لحد اخر يوم هو معلقة كريم شانتيه، معلقة صغيرة هتخلي السينبول بتاعي طري جدا حتى لو قعد 4 ايام مش هينشف خالص معاكي. وهنبتدي احط اللبن بودر، انا بحب احط لبن البودر بيبقى حلو جدا جدا وبيطري الحاجه وبيخليها رائعه احلى من اللبن العادي. هنحط 3 معالق لبن بودر، ادي المعلقه الثانيه ودي الثالثه، وطبعا انا هحط ربع كوبايه الميه مش هحط لبن لان انا حاطه لبن بودر، ربع كوبايه ميه بس. ونبتدي بقى في الخلاط وهنضرب كل المقادير مع بعض، ويلا مع بعض شوف هنعمل ايه. ودلوقتي حضرنا البوله بتاعتنا، نبتدي نحط الخليط. بسم الله ما شاء الله ريحته جميله جدا جدا، يعني قبل ما نشتغل ريحته خطيره. هبتدي احط بقى الدقيق بتاعي، مقدار الدقيق 5 كوبايات هنحطها، وهنحط معاها ذره الملح، والبقى باكو خميره فوريه من الباكيتات الصغيره، باكو كله يتحط، وباكو بيكنج باودر بيديها هشاشه جميله جدا جدا. وطبعا المقادير الدقيق 5 كوبايات بس، نحط كوبايه احتياطي معايا عشان حسب نوعيه الدقيق. هقلب بص المقادير كلها على بعض كده، ولو لقيتيها محتاجه دقيق هتحطي طبعا دقيق تاني. انا حطيت ال5 كوبايات كلها ومعايا كوبايه احتياطي، شايفه. هبتدي بقى اصبها على الخليط بتاعنا لحد ما يتماسك معايا، وهبتدي بقى اشتغل بايديا. هلم العجينه بقى بايدي كلها. انا حطينا دلوقتي 5 كوبايات دقيق، شايفه محتاجه تاني، حطيت تاني كوبايه ولميت العجينه كلها. وخلي بالك من نوعيه الدقيق بتختلف من مقدار لمقدار، شايفه شكلها حلو ازاي. هبتدي بقى اجيب بوله كده واحط العجينه بتاعتي وهغطيها، وشايفه ده شكلها بعد ما خمرت، شايفه شكلها معايا حلو ازاي. والعجينه طبعا ملمسها بتبقى ناعم جدا بالشكل ده. يلا بينا مع بعض نبتدي بقى نشتغل. الاول فرشنا الدقيق على الترابيزه بتاعتنا، هبتدي بقى بالنشابه افردها، شايفه السمك بتاعها بيكون زي ده بالظبط، ما تبقاش تخينه قوي ولا رفيعه قوي. وجبت معلقه زبده تكون سايحه، هبتدي بقى ايه في العجينه كلها، هفرش الزبده كلها في العجينه، يعني مش هتاخد مني زبده كتير، هي يدوبك معلقه زبده بس. شايفه جبت بقى معايا سكر، 3 معالق سكر، وحط معلقه كاكاو خام ومعلقتين قرفه، بتديها طعم حلو جدا. هقلب كل المقادير كلها على بعض وهبتدي افرشها على العجينه بتاعتي، وطبعا لو حابه تحطي فانيليا حطي فانيليا. خلاص هقلب كل المقادير كلها على بعض وهبتدي افرشها على العجينه بتاعتي، شايفه بالشكل ده. يبقى كل حاجه من العجينه فيها الخلطه، ما تسيبيش حته فاضيه. وبالمعلقه كده هساوي العجين، شايفه بساوي كده المقدار بتاعي القرفه والكاكاو والسكر لحد ما العجينه كلها بقت فيها نفس الخلطه. هبتدي بقى ايه الف رول كده، هبتدي من النص وبعدين هبتدي من الحروف علشان تبقى لازم متماسكه جدا الحروف والعجينه والرول عشان ميبقاش مفرغه من جوه. هبتدي بس بالراحه كده، شايفه. هبتدي بقى اقفل، هقطع العجين بالشكل ده، اقفلها كويس عشان ما تتفتحش مني والحشوه تقع. هنحضر بقى صينيه ونبتدي بقى نقطع السينامون بتاعنا. اساسا العجينه بتبقى حلوه جدا، يعني انت بتستمتعي وانت بتقطعيها، بتبقى طريه جدا جدا وملمسها ناعم بطريقه ما اقولكيش، بس لو اتبعتي نفس الخطوات. شايفه بقى معايا الرول بالشكل ده، هبتدي بقى احط الرول بتاعنا، شايفه بيبقى فيه بقى الفتحه الاخيره، هروح اقفل اقفلها واحطها من تحت بالشكل ده عشان ما تتفتحش معايا. وكل المقدار هنعمله بالشكل ده، الفتحه لما تبقى معايا كده من العجينه هروح احطها تحت، شايفه. وهبتدي احط بقى كل الرولات كلها جنب بعض، شايفه شكلها لسه هي ما خمرتش طبعا. وهنسيب العجينه معايا تخمر وندخلها الفرن على درجه الحراره 180، ويلا مع بعض نشوف شكله هيبقى عامل ازاي. وده شكل السينابون بتاعنا بعد ما طلع من الفرن، ما شاء الله ريحته جميله جدا وماليه المكان، واي خبيز في البيت يبقى خير وبركه، ويا رب ان شاء الله تعجبكم الوصفه. وطبعا هعمل صوص السينابون بتاعنا، شايفه هسيبه لكم ان شاء الله.
في صندوق الوصل. هبتدي بقى اصب الخليط بتاعنا، شايفه لا رفيع قوي ولا تخين، يبقى في الوسط، وهصبه معايا على السينمون بتاعنا. وهنحط صوص الكراميل ده، انا بجيبه جاهز، ساعات بعمله في البيت وساعات بجيبه جاهز، بس اللي بتبقى معاها صوص الكراميل بيطلع مش ناجح، بيتباع رخيص جدا جدا وبكمية كبيرة، يعني تعملي 5 مرات من السينابون، وممكن تعملي بيه وصفات تانية، وهسيب لكم ان شاء الله الرابط بتاعه. شايفة ده الشكل السينابون بتاعنا، وعندي مكسرات، عندك سوداني اللي عندك تحطيه، انا جبت عين جمل، وهبتدي شايفة كسرته كده صغير، وهبتدي ارشه على السينابون، بيديها طعم حلو قوي قوي، شايفة حلو جدا، وان شاء الله تعجبكم الوصفة بالهنا والعافية، واللي ياكل ياكل تاني، وان شاء الله هيعجبك جدا. ويلا بينا مع بعض ان شاء الله نفتح واحدة كده ونشوف شكلها. شايفة ما شاء الله شكلها حلو جدا، والطعم رائع جدا جدا، يعني ان شاء الله هتعمليها بنفس الخطوات هتعجبك وتطلع ناجحة 100%. يلا بسم الله نقطع. شايفة ما شاء الله طري معايا جدا وهش جدا جدا، وهتعجبك فعلا الوصفة، وطريقة بسيطة ومكونات اقتصادية على الاخر، وهتعمليها كل يوم بإذن الله. شايفة هش معايا ازاي، والقرفة عطشة ريحة فظيعة، شايفة ما شاء الله. وان شاء الله الوصفة تكون عجبتكم، اشتركوا في القناة عشان يوصل لكم مني كل جديد، ولايكات وشير، واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معاكم اميني سالم، وان شاء الله بألف هنا وعافية.